زيارة التفتيش والعمل التي يقوم بها إلى ناحية العسكرية الثالثة، وبعد إشرافه أمس على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الفصل 2023، تنقل السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، حيث أشرف اليوم على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023، وذلك تتويجا لسنة التحضير القتالي 2022-2023. التمرين قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع مدعومة بوحدات من القوات البرية والقوات الجوية بما فيها حوامات الإسناد الناري. في البداية استمع السيد الفريق أول رفقة اللواء مصطفى اسماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة إلى عرض قدمه قائد القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي والأهداف المرجوة منه. قبل أن يتنقل إلى ميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، حيث تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من الواقع. حيث تابع عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ في ظروف قريبة من الواقع وفقا للخطة الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المسطرة والمتمثلة أساسا في تدريب القادة والأركانات على تحضير وتنظيم الأعمال القتالية، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات من خلال تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات الفرعية، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، فضلا عن اختبار الجاهزية العملياتية والقدرة على التنفيذ الناجح للمهام الموكلة في مختلف الظروف. مجريات التمرين أكدت بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة. لا سيما في مجال التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. مجريات التمرين تؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف مكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.